في جندوبة نفذ اليوم عدد من سكان قرية السعادة وقفة احتجاجية، وقاموا بقطع الطريق الوطني عدد 17 رابطة بين جندوبة والكيف للمطالبة بتركيز مخفضات سرعة وللحد من حوادث المرورية اللي أودت بحياة عدة أشخاص، وآخرها يوم السبت الفارط وانصدمت سيارة 5 شبان توفوا أحدهم وأصيب البقية بجروح وكسور متفاوتة. المحتجين أكدوا أنهم فقدوا العديد من أبنائهم بسبب الطريق هذه، وطالبوا بتركيز المخفضات وكذلك تركيز الإنارة العمومية بالمنطقة. كل عام يموت واحد، نخرجوا واحد 100 من البيجية كل عام كل عام كل عام، رانا فدينا كل عام واحد من أولادنا. لا مش طالبين حتى شيء، طالبين منكم تقدونا الكياس.